مرحبا يا أصدقاء، هل تحبون الألعاب الإلكترونية ولكنكم لا تستطيعون شراء جهاز كمبيوتر جديد؟ أو ربما أنتم أغنياء أساساً؟ حان الوقت لتجربة اللعب للأغنياء مقابل اللعب للمفلسين. انظروا إلى كل هذه الفوضى. سوزان، هل أنت مندهشة حقاً أنه لم يعد يعمل؟ هذه العملات المعدنية، أنا غنية، يمكنني شراء المزيد من التشيبس. أوه هيلي، أشعر أن شيئاً ما سيحدث. لقد أخبرتك. لحظة واحدة، لا شيء لا يمكن إصلاحه ببعض النقود. هيلي على نظارة بي آر، ستجربها الآن. رائع، استعدي بثبات الآن. هيا، يمكنك فعل ذلك. أجل، لقد فازت. ياي، هذا شيء رائع جداً. سوزان المسكينة على نفس النظارة أيضاً. أوه، إنه مجرد صندوق. ماذا تفعلين؟ تعالوا هنا أيها الأعداء، سأهزمكم جميعاً. خذوا هذا. الخيال لا يكلف شيئاً، أليس كذلك؟ مهلاً، توقفي عن ضربي. سماعة جديدة للغنية هيلي، فاخرة. واو، أجل. لحظة، لا يمكنني تناول الطعام الآن إلا فلة المهملات. يا للتبذير. في هذه الأثناء تلقت سوزان مكالمة من صديقتها. حسناً، انتظري قليلاً. أنا فقط بحاجة إلى إعداد سماعات الرأس بطريقتي. أهلاً، كيف حالك؟ لست صعبة الإرضاء مثل هيلي، أليس كذلك؟ هيلي تجرب سباقاً مثيراً. مخيف جداً، لا أستطيع النظر. أنا بخير. وفي الوقت نفسه تجمع سوزان بين التكنولوجيا والحرف اليدوية. هل رأيت الطبق؟ ماذا؟ لا، إنه هنا، أعطني إياه. حسناً، هل فقدت عقلك؟ أوتش، حتى الأم الصارمة لن توقف سائقة السباق سوزان. كلتا الفتاتين تلعبان نفس اللعبة، لكن من سيفوز؟ واحدة، لا شيء لا يمكن حله بالمال. ماذا؟ حان وقت الاستسلام يا فتاة. أبدا، فعلا، كيف يمكن هذا؟ لقد دفعت المال. المال لا يشتري المهارات يا هيلي. هيلي خسرت اللعبة وانزعجت حقا. لحظة واحدة، أتت سوزان الفقيرة للإنقاذ. أوه، واو، هذا أحدث دراسة، أليس كذلك؟
هذه تشكيلة رائعة. لديك الكثير من الأشياء المذهلة. أجل أعلم ذلك. هيا ساعديني بالفوز. الأصدقاء الذين يلعبون معاً يظلون معاً. حان وقت مسابقة الألعاب، وكلتا الفتاتين تبذلان قصارى جهدهما. سأخسر. التوتر يتصاعد. من سيفوز؟ الغنية هيلي أم سوزان الفقيرة ولكن المبتكرة؟ تحمل أيها الكمبيوتر، أنا على وشك الانتهاء. رائع. والفائز هو سوزان. لكن هيلي لديها خطة بديلة. هل تريدين بيعها؟ ها؟ أجل، لم لا؟ حصل الجميع على ما يريد. هل تدرسين يا سوزان كثيراً؟ ها؟ ماذا؟ ماذا يجري؟ لا شيء هناك. حسناً. لم يشك في شيء. حسناً، سألعب أيضاً. هيلي الغنية لديها فكرة تخبئة أيضاً. لماذا تقرأ كتابها هكذا؟ أنت، اقلب الكتاب. كلا، أنا بخير هكذا. أترى؟ شيء ما يجري هناك. من الأفضل قلب تلك الصفحة. إنه كتاب جيد، أليس كذلك أيها المدرس؟ جيد. وأنت يا آنسة؟ صحقا، لقد كشفني. اللعب ممنوع في درسي. يا لها من سخيفة. وأنت، عمل جيد. لكن إنها تلعب أيضا. هدوء، ركزي في درسك. غير عادل. في بعض الأحيان الأرخص هو الأفضل. أوه لا، كمبيوتر هيلي بطيء، لا يمكنها اللعب الآن. كيف يمكن هذا؟ حسناً، لقد حان الوقت لشراء واحد جديد على أي حال. أراهن أن البطيء لن يكون مشكلة بعد الآن. أوه، هذه لعبة قديمة للغاية يا سوزان. لكن الكمبيوتر الخاص بك ليس متحمساً حيال ذلك. حسناً متابعينا الرائعين، ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ إذا أعجبكم مقطع الفيديو هذا، فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا، واضغطوا أيضاً على زر الإعجاب، وأيضاً فعلوا زر التنبيهات للحصول على المزيد من القصص الرائعة مثل هذه. في هذه الأثناء استمتعوا بمختاراتنا الرائعة من لقطات ما خلف الكواليس. تراقبوا المزيد ونراكم قريباً.